قدمت أعمال رائعة في التلفزيون في السينما وفي المسرح. ما هو المام؟ الفنانة الكبيرة سهير البابلي. كلمي بقى عن بابا، إيه تعلمتي منه إيه؟ تعلمت منه الحلم. يعني شفتي مين حبيتيه فقلتي عايزة أطلع زيه؟ لا مش عايزة أطلع، أنا عايزة أطلع أنا. أنا رئيس العصابة. دخلتي معهد التمثيل، ماما كانت موافقة ولا أخبارك؟ لا، بقول يا ابن الناس الغلابة وماسكة الطاقة كمان. حجاب، حجاب القلب واللسان والعين، وحجاب إن أنا أحط ده. ذكرياتك مع أعمال الأستاذ فؤاد المهندس؟ ما كنتش أعرف إنك ممثل عظيم للدرجات. اتجوزتي في سن كام سنة حضرتك؟ 16 إلا 14. كنت صغيرة شوية سنة. عشان كنت بحبه. قال لي أنا ولا التمثيل؟ قلت له التمثيل. الله عليك يا بعلش. شغل ممتع مع عبد الحليم حافظ. هو اللي علمك هو اللي مسميني سوسك. إيه اللي اتغير؟ واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي، تشاهدونا في الأوقات التالية على شاشة المحور.